نعم. والآن ننتقل إلى المحور الثالث، ويعتبر من المحاور المهمة أيضا، يتكلم عن تصميم نظام الطاقة الكهروضوئية المتصل بالشبكة. وأيضا ناخذ مثال بسيط عن طريق البرنامج البي في سول اللي قدمه لنا الدكتور بدر طويل، نائب رئيس المجلس العربي للبيئة للتنمية المستدامة والبيئة، وعضو هيئة التدريس في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في الكويت، فليتفضل مشكورا. يعطيك العافية أخوي سالم. خلنا أسوي شير سكرين. تفضل. واضح العرض الحين ها؟ نعم تفضل. يلا، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. أرحب في إخواني الحضور، وكل الشكر للمهندس سعيد والمهندساني على اللي قدموه. والحين اسمحوا لي أني أستكمل معاكم هذه الدورة اللي راح أتكلم فيها عن موضوع يعني يعتبر من أهم مواضيع الطاقة الشمسية، اللي هو ربط منظومة الطاقة الشمسية في الشبكة. مثل ما هو متعارف بأن الطاقة المتولدة من الخلايا الشمسية هي طاقة متذبذبة وتختلف على مدار اليوم، لذلك يتوجب تركيب ما يسمى بالإنرجي بوفرنج سيستم. وهني أقصد بالإنرجي بوفرنج سيستم إما بطاريات أو مولد كهربائي أو شبكة كهربائية. احنا هني راح نتكلم على النوع اللي بالشبكه الكهربائيه. طبعا المهندس سعيد ما قصر، تكلم على التكنولوجيز اللي مستخدمه في تركيب انظمه الطاقه الشمسيه المتصله بالشبكه. هو تكلم على السنترلايز تكنولوجي والسترينج تكنولوجي والاي سي موديول تكنولوجي اللي معروف تجاريا باسم المايكرو انفرترز. لكن انا هني بتكلم على نوع يعني بدا شفته يستخدم بكثره في السنوات الاخيره، خصوصا في اسطح المنازل، اللي يسمى المالتي سترينج تكنولوجي. المالتي سترينج تكنولوجي هذا يختلف بشكل بسيط عن الانواع العاديه، بحيث انه يكون انا مركب قبل اوصل الخلايا. طبعا كل سترينج، طبعا لما نتكلم هنا سترينج معناته ان عندي خلايا موصله بالتوالي، مصفوفه من الخلايا موصله بالتوالي. فبالنوع العادي بالسترينج تكنولوجي، السترينج هذا يكون شابك مع انفرتر ومن ثم يشبك مع الجريد. لكن هني السترينج قبل لا يشبك بالانفرتر يشبك بما يسمى بالكونفرتر. الكونفرتر هو جهاز رافع او خافض للجهد، اللي هو الدي سي دي سي كونفرتر نسميه. طبعا وظيفه هذا الدي سي دي سي كونفرتر اما يرفع او يخفض الجهد، وكذلك يقوم في دور عمليه الماكسيمم باور بوينت تراكر. هو اللي مسؤول، هو اللي راح يكون مسؤول عن الماكسيمم باور بوينت تراكر. فهني لو تشوفون الصوره، انا مستخدم اثنين كونفرترز مع واحد انفرترز. في الواقع لما تروح للموقع انت ما راح تشوفه مثل ما هو موضح بالصوره، انت راح تشوف انفرتر، لكن بالانفرتر ذاكري لك ان هذا الانفرتر يحتوي على مثلا تو ماكسيمم باور بوينت تراكر. فانت مجرد تشوف ان الانفرتر هذا فيه اكثر من ماكسيمم باور بوينت تراكر تدري ان في كونفرتر شابك فيه. هذا النوع يعني ممتاز جدا، واشوفه قاعد يستخدم حاليا كثره في اسطح المنازل. زين، هم بعد الشباب ما قصروا، غطوا كل شيء، بس انا حابب اتكلم عن موضوع تكلم عنه المهندس سعيد الله يعطيه العافيه، اللي هي الميكانيزم المستخدمه في توصيل انظمه الطاقه الشمسيه. طبعا انا لما تسالني ليش بركب طاقه شمسيه، إذا بكون مثالي معاكم راح أقول للمحافظة على البيئة. لكن في الواقع اللي يركب طاقة شمسية، طبعاً المحافظة على البيئة هذا شيء ضروري، لكن الهدف الأساسي هو الاستثمار. أنا عشان أشجع الناس أن يركبون أنظمة الطاقة الشمسية لابد أني أشجعهم على الاستثمار في هذا المجال. لذلك يعني الاستثمار طبعاً في مجال الطاقة الشمسية يعتمد على نوع الميكانيزم اللي الدولة تستخدمها. طبعا هني في ثلاث انواع مشهورين من الميكانيزمز المستخدمه في انظمه الطاقه الشمسيه. النوع الاول اللي هو يسمى الفيد اند تيرف، النوع الثاني اللي هو النت ميترنجز، والثالث اللي هو السيلف كونسومشن. الحين اذا بتكلم على النوع الاول اللي هو الفيد اند تيرف، الفيد اند تيرف مثل ما تكلم المهندس سعيد، هو طبعا يتكون من عدادين. العداد الاول اللي هو الاف اي تي ميتر، اللي هو الاف اي تي هني اختصار حق الفيد اند تيرف، ان الطاقه المتولده عندي مباشره تروح للاف اي تي ميترز والحكومه تحاسبني عليه، ودائما يكون سعر التعرفه اللي تشتريه مني الحكومه اعلى من السعر اللي انا اشتري منهم، فهذا كنوع ما كانسنتف.
فمن الطبيعي ان الاستثمار في هذا المجال، اكيد انا بما اني قاعد اشتري الكهرباء بسعر رخيص وقاعد ابيعها بسعر غالي، اكيد اني راح اربح من خلالها. طبعا نظام الفيدن تارف هذا، اذا بنتكلم عن الفيدن تارف لازم نتذكر التجربه الالمانيه. المانيا يعني من الدول اللي طبقت هذا النظام ومرت في يعني في احداث كثيره خلال تطبيقهم للفيدن تارف. من الضروري اللي حاب انه يشوف المجال هذا انه يطلع على التجربه الالمانيه. يعني مثلا المانيا يوم في 1991 حطوا لهم هدف، قالوا احنا نبي نوصل الى 80% من انتاج الطاقه الكهربائيه يكون من خلال الطاقه المتجدده، وهذا بحلول عام 2050. لذلك للوصول الى هذا التارجت طبقوا نظام الفيدن تارف. فاللي صار وياهم نجحوا في عمليه زياده معدل نمو مشاريع الطاقه الشمسيه. ولكن في عام ما بين عام 2010 الى 2013 صارت عندهم زيادة في تركيب أنظمة الطاقة الشمسية، زادت إلى ما يعدل 100%. طبعاً هذا خبر زين لهم أنه أوكي زاد معدل 100%، لكن بالمقابل الكهرباء اللي قاعد يشترونها من الطاقة المتجددة أو من الطاقة الشمسية قاعد يشترونها بسعر عالي، وهذا طبعاً أرهق كاهل الحكومة وسبب لهم مشاكل مالية. لذلك يعني هذه من المشاكل اللي واجهوها، ان صار عندهم تضخم في مشاريع الطاقه الشمسيه واصبحوا غير قادرين على شراء الطاقه بسعر سعر تعرفه الفيدن تارف. لذلك يعني مروا على مشاكل، يعني اتوقع ان حاليا الحين حول الى نظام النت ميترز. وهم بعد اللي اذا بنتكلم على اسبانيا، اسبانيا سنه من السنوات كانت الاولى عالميا في معدل نمو مشاريع الطاقه المتجدده، وهذا كله بسبب استخدام الفيدن تارف. يعني خلاص احنا لما نتكلم اذا بسرع من عمليه نمو مشاريع الطاقه المتجدده لابد اني اروح لنظام الفيدن تارف، يعني هو افضل حل. لكن شنو عيبه؟ عيب انه بالمستقبل اذا زادت عن الحد المتوقع راح تسبب خسائر ماليه كبيره على الدوله. نروح للنوع الثاني اللي هو النت ميترينجز. طبعا النت ميترنج تفاجئون انه تم تطبيقه، اول ما تم تطبيقه في عام 1883 في ولايه مينيسوتا طبقوا نظام النت ميترنج، وبعدها بدا ينتشر في الولايات وحاليا يطبق في العديد من الدول اللي من ضمنها الحين العديد من الدول العربيه. طيب النت ميترنج بكل بساطه انك انت الطاقه اللي تولدها تستهلكها والزائد تبيعها للحكومه بنفس سعر التعرفه. فهني انت بنهايه الشهر تشوف الفاتوره مالتك، يا اما تكون بالموجب او تكون في السالب. طبعا هذا النظام الحين يطبق في كثره مثل ما قلت في العديد من الدول، لكن هذا ما يمنع ان فيه بعض العيوب. يعني مثلا في ولايه هاواي في عام 2013، طبعا امريكا لما نتكلم على التعرف بامريكا سعرها غالي جدا، فنظام النت ميترنج مجدي جدا عندهم، فزاد معدل نمو مشاريع الطاقة المتجددة في ولاية هاواي، وأصبحت يعني في عام 2013 ما بين الساعة 10 ظهرا للساعة 2 أصبحت الشبكة الكهربائية العمومية عندهم قارقة في الطاقة المتولدة من الطاقة الشمسية، وسبب لهم مشاكل كبيرة وهدد الشبكة عندهم. لذلك هاواي قررت أنها توقف نظام الفيدن تارف وتتجه لنظام السيلف كونسومشن اللي راح أتكلم عنه. مهم إذا بنتكلم على الدول العربية، هناك تجربة، يعني تجربة مصر. مصر طبقت نظام الفيدن تارف في عام 2014 ومر على مرحلتين، مرحلة ما بين 2014 إلى 2016 وبعدها من 2016 إلى 2017. هني كانوا مطبقين نظام الفيدن تارف، لكن في عام 2017 خلاص قرروا أنهم يتجهون إلى نظام النت ميترنجز، لأن اللي صار عندهم أن سعر التعرفة اللي الكاستمر يشتريها اعلى من سعر الانسنتف مال الفيدن تارف، فاصبح من غير المجدي الاستمرار في عمليه الفيدن تارف. لذلك هم حولوا الى نظام النت ميترنجز. لكن بخلاصه اذا بتكلم على النظامين، خصوصا الحين العديد من الدول العربيه الى الان يعني لا تملك ميكانيزم معين في استخدامات او في الطاقه المتجدده، لذلك يعني قبل لا يقدمون على اي نوع يروحوا له لابد ان تتم عمليه دراسه، وخصوصا ان الحين نملك هيستوري كبير في تجارب الدول اللي سبقتنا في المجال هذا. يعني النت ميترنج نتكلم على 40 سنه، الفيدن تارف الحين ممكن 20 سنه
مر عليها. من الضروري الاطلاع على تجارب الدول اللي سبقتنا ونشوف شنو المناسب لنا في الدولة. ويعني حتى يعني الحين مثلا في أمريكا استخدموا نوع جديد من النت ميترينجز. يعني في بعض الكاستمرز يقول أوكي أنا أملك القدرة المالية وأرغب في تركيب أنظمة طاقة شمسية، لكن لا أملك المساحة عندي في المنزل. فشنو الحل؟ يعني شنو أنا ذنبي إن أنا أبي أشارك فيها، أبي أقلل من فاتورتي، لكن ماني قادر أركب. فسووا شغلة اللي هو نظام يسمى بالفيرتشوال نت ميترينجز. الفيرتشوال نت ميترينج هذا يعني إن مجموعة من الناس يتشاركون في نظام شمسي، وكل واحد له يحاسب على الحصة اللي هو يملكها من هذا النظام الشمسي. هذا ما يسمى بالفيرتشوال. إيطاليا الحين سوى عملية دمج ما بين الفيدن تيرف والنت ميترينجز. يعني هي بالخلاصة يعتمد على طبيعة الدولة وظروف الدولة. قبل لا يعني أنا مو شرط إن مثلاً نجح المشروع في السعودية أجي أطبقه في الكويت. يعني مثلاً نت ميترنج مثل ما تكلم الشباب ناجح في السعودية، خصوصاً اللي تعرفتهم بالشريحة العالية يعني ممكن يوفرون فيها، لكن لما تيجي عندي بالكويت النت ميترنج ما راح ينفع نهائياً لأن سعر التعرفة رخيص جداً. فلا بد إن الدول ما تنظر للدول المجاورة لها كثر ما تنظر إلى ظروفها اللي هي فيه عشان تقرر. نروح للنوع الثالث اللي هو السيلف كونسومشن. طبعا هذا السيلف كونسومشن يستخدم في الدول اللي لا تملك تشريعات الى الان، مثل عندنا دولة الكويت، او الدول اللي عانت من نظام النت ميترنج والفيدن تيرف مثل ولاية هاواي مقه وخلاص استخدم السيلف كونسومشن. النظام هذا يعتمد ان الطاقة اللي تولدها من الخلايا الشمسية يتم استهلاكها محليا عندك، والزائد يتم منعه من دخول الشبكة عن طريق جهاز يسمى بالانتي ريفلكس. هذا الانتي ريفلكس يكون راكب عندك الجهاز. يعني من الريجليشن عندنا مثلا بالكويت اذا بتركب نظام شمسي لابد انك تركب جهاز الانتي ريفلكس، هذا علشان اضمن ان الخلايا ان الطاقه المنتجه ما تدش عندي بالشبكه. فهذا يعتبر النوع الثالث. وطبعا النوع هذا يعتمد على حسب نفس الشيء، يعتمد على حسب سعر التعرفه عندك في البلد. اذا كان سعر التعرفه عالي فهذا مجدي لانك انت قاعد توفر من الفاتوره. نروح الحين الموضوعنا اللي نبي نتكلم عنه. يعني الشباب نفس ما قلت ما قصروا، تكلموا عن الطاقة الشمسية بشكل مفصل، لكن الحين أنا بحرص أني راح ناخذ مثال عن تصميم نظام متصل في الشبكة ونشوف شنو الخطوات اللي راح نسويها وراح نحلها مانوال. بعد ما نحلها يدوي راح نطبقها مرة ثانية في برنامج البي في سول، وإن شاء الله إذا صار عندنا وقت هم راح نمشي على برنامج البي في سول ونشوف كيفية تصميم الـ 3D في برنامج البي في سول. فالحين أنا إذا بركب نظام أو بصمم لي نظام متصل في الشبكة عندي أنا خطوات لابد أني أتبعها. الخطوة الأولى اللي هي السايت سيرفي. السايت سيرفي أني أنا لابد أني أروح للموقع وعاير الموقع وأشوف المساحات اللي موجودة في الموقع، وكذلك أطالع شنو العوائق اللي ممكن تعيق تركيب هذا النظام. مثلا إذا كان في مبنى عالي موجود جنب المبنى اللي راح أركب فيه، أو وجود أشجار، أو أن اتجاه المبنى مثلاً ناحية الشمال بدل ما هو ناحية الجنوب. فمن ضروري أني أروح أزور الموقع وأشوف إمكانية تركيب، أو وكذلك من زيارة الموقع أنا راح أحدد كم حجم السيستم اللي راح أقدر أركبه. الشغلة الثالثة اللي هو سلكت البي في موديل. طبعاً أنا خلاص عرفت المساحة اللي عندي، أختار شنو نوع البي في موديل اللي أنا راح أركبه. هل أنا راح أركب المونو البولي، حتى ممكن أركب الثين فيلم. الثين فيلم أحياناً صحيح إن كفاءته سيئة الثين فيلم، لكنه يستخدم إذا أنا خلاص أنا عندي ظل ما أقدر أستغني عنه. الثين فيلم دائماً تكون كفاءته أفضل من الأنواع الثانية في حال وجود الظل عندي. فهني أنا أقرر شنو نوع الموديل وشنو حجمه. وهم بعد في شغله مهمه، انا اوكي سطح المبنى عندي انا لما اركب خلايا والماتن ستراكشر والانفرتر هذا راح يكون راح يسبب لي لود كبير ووزن عالي على المبنى، هل المبنى مالي يتحمل تركيب هذه الخلايا ولا لا؟ لما اسوي سلكشن حق البي في موديل هو طبعا بالداتا شيت موجود كم الوزن، كم اللي يعني كم وانا طبعا راح احسبها واشوف كم الوزن الكلي للنظام اللي راح اركبه. النوع الخطوه الثالثه اني اختار اللي هو سلكت البي في سيستم كونفيجريشن. راح اشوف هل انا بمشي بالسنترلايز سترينج مالتي سترينج مايكرو انفرترز، اشوف شنو النوع اللي يناسبني. وبعدها الخطوه الاخيره واللي انا اشوفها اهم خطوه
يعني مثل ما قال المهندس سعيد، اذا انت ركبه وارتاح، اذا تبي تركبه وترتاح اهم جهاز تركز عليه اللي هو شنو؟ الانفرتر. اذا صممت الانفرتر بالشكل الصحيح خلاص النظام راح يستمر معك، يعني عمره راح يكون اطول، لان هني لما نشوف الخلايا، الخلايا عمرها 25 سنه. الكيبلز ما عندي مشاكل بالكيبل، دائما عمرها طويل يكون. فلما نروح اهم بعد هني، لما نتكلم على الميترز، يعني هذا القطعه الاساسيه اللي بالسيستم عندي، لكن الانفرتر هو العقل المدبر للسيستم عندي، هو اللي اللود كله عليه. خصوصا يعني احنا في منطقه الخليج يعني نعاني، انه حتى بالدول، اغلب الدول العربيه نعاني من ارتفاع درجه الحراره، والانفرتر عدوه درجه الحراره، خصوصا ان لما نشوفه كتركيب، يعني لو نشوف السكيماتكس مال الانفرترز راح تشوف ان في ما يسمى بالالكترونيك كاباسيترز، وهذا يكون راكب في جانب الدي سي. هذا الالكترونيك كاباسيتر حساس جدا للحراره، اذا ارتفعت درجه الحراره عاليه وصار عليه ضغط عالي ممكن انه يتلف. فاغلب الانفرترات تخرب عندنا، خصوصا عندنا بالكويت تخرب الانفرترات بسبب الالكترونيك كاباسيتر. طبعا اذا ضرب الالكترونيك كاباسيتر راح يضرب لي السويتشات، راح يضرب لي كل الشغلات اللي موجوده في الانفرتر، فضروري هم يكون دقيق في تصميم الانفرتر. الحين خلينا نروح للمثال. انا باخذ لي، انا متعمد راح احط لي مثال جدا بسيط، الهدف منه نشوف الخطوات ونطبقها، ولا راح احط اي تعقيدات فيها. انا الحين عندي مبنى العرض ماله 24 متر، الطول 9 متر، وعندي الجري اريا. هذا الجري اريا مو مرتفعه حيل، يعني ما راح تسبب لي اي ظل ولا راح تسبب لي اي مشاكل، فانا بركز على المنطقه اللي موجوده عندي. الحين اجي شفت الموقع، الحين بختار لي الخلايا اللي راح اركبها في المساحه الموجوده عندي. اخترت انا الحين 250 واط، طبعا طول الخليه 1.65 متر، العرض مالها 0.991 متر، الاتجاه لابد انه يكون ناحيه الجنوب، التلت انجل طبعا هني عليها كلام كبير، شنو التلت انجل مناسبه عندي بالكويت. يعني انا ممكن الحين بعد ما احل المثال، انا اخترت 25، الحين انا ممكن اعيد حل المثال مع تلت انجل ثانيه، يعني مثل ما قال مهندس سعيد اللي هو كرول اوف ثامبس عندهم قانون انه تحطها على الالتيتود مال البلد اللي انت فيه. احنا بالكويت 29 غير عن الرياض، هو بالسعودية عندهم 24 مثل ما قال مهندس سعيد، احنا بالكويت 29، يعني ممكن انا اختار 29، لكن هل هي الانسب؟ هذا طبعا في عليها كلام، ونشوف شنو الانسب، شنو اللي يناسبني اكثر بينه. انا هني بس كمثال اخترت 25. الحين انا اخترت الخليه، عندي ابعاد الخليه، انا راح يكون عندي صفوف وراح يكون عندي اكثر من صف راكبين ورا بعض. فالحين اذا عندي 24 متر قسمته، طبعا هني قبل لا اتكلم على هذا ضروري انا بعرف الحين الخليه هذه اللي موجوده عندي، هل انا بركبها بالطول ولا بالعرض؟ فيرتيكال ولا هوريزونتال؟ يعني هذا هم في عليها ديبيت، كلام شنو الانسب، هل انا اركبها بالطول ولا اركبها في العرض؟ طبعا هذا يعتمد على وجهه نظري، ان اشوف ان العرض انسب لانه راح يقلل لي من تكلفه المالتي ستراكشر، وهم يقلل من الظل اللي راح تسبب الخلايا على الصفوف، على الصفوف اللي بعدها. فالحين انا قررت، قلت خلاص بركبها هوريزونتال. فالحين بعد ما ركبتها هوريزونتال راح يصير عندي الصف الواحد كم خليه راح تكون راكبه فيه؟ راح اقول 24 تقسيم 1.65 اصبح عندي 14.5. اذا اقربها يعني راح يصير عندي الصف الواحد يحتوي على 14 خليه. زين الحين انا بشوف كم صف راح اركب عندي في المبنى. انا عندي 9 متر، 9 متر كم صف راح احطهم؟ فضروري ان تكون في مسافات بين الصفوف عشان امنع انهم يضللون على بعض، امنع سالفه الشيدنج ما بين الخلايا. فالعمليه هذه هني بنشوفها، خلنا اشوف انا شلون احسبها. لو تلاحظون هني بالرسمه هني انا في عندي مثلثين قائمين الزاويه، يعني كمثلث قائم الزاويه، اول واحد مثلث قائم الزاويه تحت الخليه، ومثلث قائم الزاويه هني. اجي في البدايه احسب الاتش والدي 1، احسبهم حسبه رياضيه بسيطه باستخدام قانون فيثاغورث، طبقتها. انا لين عندي التلت انجل هنا، الزاويه كم اخترناها 25. فلما اجي اطبقها راح يعطيني الاتش طولها 0.4 تقريبا، والدي 1 المسافه هذه كم راح تطلع؟
لان هذا طبعا هني انا عندي المقابل وهني المجاور، فاجي احسبها بالكوساين طلع 0.89. زين اروح للمثلث الثالث، هني انا ما كان عندي مشكله لان انا مختار البيتا هني، الزاويه هذه الثيتا انا اللي مختارها 25. زين الزاويه اللي هني اللي هو الشادو انجل، شلون احدد الشادو انجل؟ الشادو انجل هذه يحددونها لها اكثر من طريقه تحديد، لكن ابسط طريقه اني اشوف يوم 21 ديسمبر اللي هو دائما يكون عندي اعلى ظل فيه وقت الظهيره، اجي احسب عندها. فالمعادله هنا اللامدا اللي هي 90 ناقص اللاتيتود عندي انا بالكويت عندي 29.2، والايرث اكس تلت انجل اللي هو زاويه ميلان الارض، محور ميلان او زاويه ميلان محور الارض، هذا طبعا ثابت اللي هو 23.7. لما اجي اطرحهم من بعض راح يطلع معاي 36.93. اذا الزاويه اللي راح استخدمها هنا اللامدا راح تصير عندي 39.3. في طريقه ثانيه اذا حابين، طبعا هذا الموقع هنا موجود، ما ادري اذا تشوفون الموقع هذا، راح احط لكم موقع جدا ممتاز ان ندش ونشوف حركه الشمس خلال السنه في اي بلد انا اختارها. فهني لما اشوف السن باث شارت، السن باث هذا بس عشان نعرف شنو هو، هذا في عندي اللي هني زاوية الأزمث مالت الشمس والإليفيشن ارتفاع الشمس هني، والأقواس هذه أول قوس، القوس الصغير اللي تحت يمثل لي شهر ديسمبر، واللي بعده جانوري، القوس اللي فوقه جانوري، بعدها فبراير مارش أبريل ماي جون، آخر واحد جون، وبعدها الحين عشان أكمل السنة أبدأ بشكل عكسي هني جون جولاي أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر. هني حسب أنا اللي يهمني من الكيرف هذا اللي موجود، يهمني القوس الأخير اللي هو يمثل شهر ديسمبر وقت الظهيرة، يعني الظهر هني بيوم ديسمبر عندنا الكويت اللي هو الساعة واحدة تقريبا، الساعة واحدة. طبعا أنا محدد له بالموقع، فعطاني عشان هني لو تلاحظون الزاوية صعب إني أحددها، لكن أنا خليته هو يحددها لي 37.2، فهي مقاربة لل 36 اللي أنا طلعتها. إذا أنا حسبت الحين، قدرت من العملية الرياضية حسبت المسافة ما بين بداية الخلية إلى بداية الخلية الثانية اللي بالصف اللي بعدها، طلع عندي المسافة 1.455. المهندس سعيد يعني قريب الرقم اللي قاله المهندس سعيد، المهندس سعيد قال 1.5 تقريبا، فهذا طلع معاي الحسبة. إذا بحدد الصفوف الحين، أنا صار عندي 9 تقسيم 1.44 طلع عندي كم؟ 6 صفوف، معناته أنا المساحة اللي موجودة عندي أقدر أركب فيها 6 صفوف. فالحين أنا للتبسيط قلت بخلي عندي دائما أحسب حساب مسافات عندي للمينتننس وخلي عندي مسافات، فأنا قلت هني خلنا أمشي بأخذ 4 بس، واختار 4 صفوف. فهني أنا اخترت 4 صفوف. طبعا هني هم هذه الرسمة هذه راح نشوفها بالبرنامج البي بي سول، البي بي سول هو بنفسه يعمل لي الكالكوليشن هذا بدل انا ادش فيها، هو اللي يسوي لي الحسابات هذه. فلاحظوا البي بي سول حسبها تقريبا 1.447 نفس الرقم اللي انا طلعته، وهم زاويه سقوط الشمس هنا كم طلعها؟ 37.34، فهي تقريبا مقاربه للحسابات الرياضيه اللي احنا سويناها. نروح الحين للنظام، هذه المساحه اللي موجوده عندي، اخترت انا الحين 14 خليه في الصف الواحد واخترت 4 صفوف عندي. إذا توتال مجموع الخلايا اللي راح تركب عندي في السيستم هي 56 خلية، 56 خلية مضروبة في 250 واط للخلية الواحدة، فصار عندي كم؟ 14 كيلو واط، معناته السيستم اللي راح أركبه الحين هنا 14 كيلو واط. طبعا هذا بعد معامل مهم اللي يتكلموا على الجراوند كفرج ريشيو جي سي آر، الجي سي آر هو يحسب لي معدل استغلالي للمساحة المتوفرة، يعني أنا آخذ مساحة الخلايا تقسيم المساحة الكلية للمبنى هني، فأنا هني طلع عندي 0.4. هذا يستخدمونه يعني مثلا إذا أنا مستثمر مأجر المكان وأبي أستخدمه، لابد إني أبي أرفع الرقم هذا بستغله أكثر ما كثر ما أقدر. زين نروح للخطوة الثالثة اللي هو سيلكت البي بي سيستم كونفجريشن. أنا بختار الحين قلتها بختار المالتي سترينج، راح يصير عندي الاري اللي هو السترنج الواحد سترنج 1 و 2 شابكهم مع انفرتر، والسترنج 3 و 4 شابكهم مع انفرتر، يعني هنا عندي 14 خليه و 14 خليه 28 خليه، وهنا راح يكون عندي مجموع 28 خليه، لكن كل صف يحتوي على 14 خليه.
زين، بعد ما حددت انا الكونفجريشن اللي ابيها اجي اختار الانفرتر واشوف الانفرتر شنو الانفرتر اللي انا ابي اختاره. طبعا هني هذا يجرنا الى موضوع مهم جدا اللي هو الانفرتر لما اجي اصممه هل اخليه اوفر سايز ولا اندر سايز. طبعا هني لما نتكلم اوفر سايز الانفرترز هذا غالبا ريكومندد دائما في الدول اللي يكون فيها درجه الحراره عاليه او نسبه الراديشن عاليه عندهم، فيستخدمون الاوفر سايزنج مثل عندنا في منطقه الخليج، او الاندر سايز هذه يستخدمونها في الاماكن البارده واللي نسبه الراديشن قليله فيسوون اندر سايزنج. فانا بما اني بروح حق الاوفر سايز انا السيستم عندي الانفرتر الواحد ان كل سترينج فيه 14 فمجموعه يعني انا عندي 14 كيلو وات ان توتال، وزعت ال 14 على تو انفرترز يعني كل انفرتر راح ياخذ 7 كيلو وات. فانا جيت هنا قلت لا خلاص ابغى اسوي له اوفر سايزنج بختار انفرترز 8 كيلو وات. اخترت اللي هنا اللي هو موجود عندي اللي هني اللي هو الساني ميني سنترلايز 8 كيلو وات. طبعا وهذا الداتا شيت معلومات موجوده بالداتا شيت، الداتا شيت هذا معطيني اكثر من نوع اللي هو 6000 و7000 و8000، انا راح اشتغل على 8000. هني في عندي عامل مهم جدا لما اجي اصمم الانفرتر اللي هو نسميه الام بي بي تي، الام بي بي فولتج رينج. هذا يوضح لي شنو متى يشتغل عندي الماكسيمم باور بوينت تراكرز عند اي جهد. فانا لابد اني احرص ان الجهد عندي بالسيستم دائما يكون ما بين الرينج اللي معطيني اياه بالداتا شيت اللي هو كم معطيني؟ معطيني 333 والمينيمم قصدي المينيمم 333 والماكسيمم 500. فانا بحرص ان السيستم مالي دائما يكون شغال ما بين، ما ادري اذا الماوس واضح عندكم هني ولا لا، لكن هني واضحه عندي اللي هو تقريبا مو الاولى ولا اللي هو الام بي بي فولتج رينج موجوده هني اللي هو معطيني اياه ما بين 333 و500. فاجي الحين انا بصمم الانفرتر، الانفرتر عندي معادلتين مهمه جدا، اول واحده الفي اوبن سيركت ماكس الماكسيموم هذا راح تعطيني اقصى جهد راح يتولد عندي. طيب انا شلون اعرف متى راح يكون عندي اقصى جهد؟ اقصى جهد طبعا العلاقه ما بين التمبرتشر والجهد هي علاقه عكسيه، يعني اذا قلت درجه الحراره راح يرتفع عندي الجهد. فأنا أجي هنا حسب أشوف اللوكيشن اللي أنا بركب فيه كم أقل درجة حرارة ممكن تكون عندي. يعني مثلاً أنا اخترت هنا بالكويت أن درجة الحرارة المينيموم اللي ممكن تجينا 5، معناها هي ممكن تنزل أكثر لكن كمثال خلينا نقول 5. فأجي أطبقها بالمعادلة، المعادلة هي ذي شنو؟ طبعاً هنا الرسمة هذه تمثل الداتا شيت مالت البي بي سيستم اللي مساء المهندس هاني يتكلم عنها، هي مقاربة لها. أروح هنا عندي الفي اوبن الفي او سي، الفي او سي اللي هو الفي اوبن سيركت، اروح هنا بالداتا شيت الفي اوبن سيركت هنا موجوده اللي هي كم 37.72، فجيت حطيت رقم طبعا 1 زائد افتح القوس اللي هو كم انا اخترت درجه الحراره مينيمم 5 ناقص 25 ناقص التمبرتشر كوفيشن. هذا اهم شغله موجوده، يعني انت لما طالع الداتا شيت قبل لا تشتري الخليه لابد انك تروح طالع التمبرتشر كوفيشن اللي هو موجود تحت هنا. لو تلاحظون تمبرتشر كوفيشن حق الاي شور سيركت، تمبرتشر كوفيشن حق البي اوبن سيركت، ومعطيني تمبرتشر كوفيشن حق البي ماكسيموم. هذا خصوصا الاخير اللي هو البي ماكسيموم هذا يحدد لي، يعني لاحظوا هنا كم موجود 0.4. يعني انت اشتري الخلايا على ستاندرد تيست كونديشن اللي هي 25 درجه سيليزيه، لكن انت مستحيل انك تكون يعني في اغلب الوقت تكون انت شغال في درجه حراره اعلى من هذا. فهذا يحسب لك نسبه الوات اللي انت قاعد تخسره كل مره تبعد درجه الحراره عن 25. وهذا طبعا يستخدم لحسابه كم الخسائر اللي تكون موجوده عندي. لكن انا هني راح امشي على بالانفرتر سايزنج راح امشي على التمبرتشر كوفيشن مال الفي او بي سيركت، كم موجود عندي؟ سالب 0.33%. فاستخدمته هني صار عندي ماينس 0.0033. حسبتها طلع عندي كم بالفولتج؟ 40. زين 40 انا عندي للخليه الواحده والسترنج في 14 خليه، معناته اضرب 14 في 40 واعرف الجهد مالي. زين هذا بعد شوي راح اتكلم عنه. نروح حق الفي مينيموم، شنو اقل درجه حراره شنو اقل قيمه للجهد ممكن يولدها عند النظام. فطبعا هذا يعتمد على ارتفاع درجه الحراره، كم اقصى درجه حراره راح تكون عندي في اللوكيشن اللي راح اركب فيه السيستم.
أعلى درجة حرارة أنا اخترت هنا عندي قلت 55 درجة الحرارة. طيب 55 اللي دائما نشوفها بالأخبار تكون درجة الحرارة اليوم مثلا 55، هني شنو يقصدون؟ درجة الحرارة في الظل، ما يتكلموا عن درجة الحرارة اللي في الخلية نفسها. فأنا ضروري ما أمشي على درجة حرارة الظل، لكن أمشي على درجة حرارة الخلية نفسها. فشلون أحسبها؟ في عندي المعادلة الأخيرة اللي هي تي سي ماكسيموم، احسبها اللي هو تي اي 55 درجه، النورمال اوبريشن تمبرتشر تكون موجوده معطاه عندي في الداتا شيت اللي هو اني حاسبها لي، دائما تكون تقريبا 45 معطيني اياها، انا حسبتها هنا 45 ناقص 20 تقسيم 0.8 هذا رقم ثوابت، الجي اللي هو الراديشن، انا الراديشن عندي دائما يكون 1000 واط للمتر مربع، يعني 1 كيلو واط للمتر مربع، استخدمت هنا واحد. لما حسبتها اعطاني السيل تمبرتشر 80، اجي اطبق السيل تمبرتشر 80، بعد ما طبقتها هنا حسبت طلع عندي الخليه الواحده المينيمم فولتج اللي هي قاعد تنتجه 24.8. اجي الحين اعيد حساباتي نفس ما قلت، انا عندي 14 خليه بالصف مضروبه في 40، كم صار عندي؟ 572، وهذا طبعا انا كان الماكسيموم عندي كم؟ 700، اذا اقل، فانا الحين شغال بالسيف سايد. اجي هنا احسب 14 ضرب 25 لان 24.8 قربت الى 25 طلع عندي 350، اذا فوق ال 300 معناته انا يعني انا حسبتي هذه لابد اني اتاكد ان الرينج مالي موجود ما بين ال 300 وال 700، اذا ما كان موجود عندي فمعناته ان عندي مشكله بالنظام السيستم، فلابد اني اتاكد منها. الحين هذا بكل بساطه هذا تصميم النظام واختيار الانفرترز. الحين بعيد الكلام هذا نفسه باستخدام برنامج البي في سون، ما ادري اذا واضح وياكم برنامج البي في سون. اي نعم واضح يا دكتور. واضح الحين برنامج البي في سون. طبعا هو برنامج البي في سون من اهم البرامج المستخدمه في تصميم انظمه الطاقه الشمسيه، سواء كانت متصله بالشبكه او مفصوله بالشبكه او الهايبريد سيستم، اقدر اصمم النظام اللي انا ابي. بكل بساطه لما اجي افتح، طبعا هذا مو معناته الافضل، ان ترى في برامج منافسه لها مثل البي في سيست، بي في سيست ممتاز، لكن البي في سول يتغلب. يعني اذا بتسالني شنو المزايا والعيوب، انا اشوف ان البي في سيست افضل من البي في سول في الاوف جريد سيستم، لما اجي اصمم اوف جريد سيستم، لكن بالاون جريد سيستمز وخصوصا مع خاصيه ال 3 دي البي في سول هو الافضل. لان هني مثل ما راح نشوف، يعني انا يعطيني خاصيه اني اروح للموقع واختار اللوكيشن واصمم النظام مالي بناء على اللوكيشن الموجود من غير لا اروح للوكيشن نفسه، فهذا يعجل من عمليه التصميم. لما اجي افتح البرنامج، طبعا البرنامج هني موجود، هلا ابي نيو بروجكت، اوبن بروجكت، هذه المشاريع اللي كنت مسويها مثلا، فاجي هني عند نيو بروجكت. لما افتحه اللي هو البروجكت داتا رقم المشروع، مثلا خلينا نقول واحد الديزاينر، اسم الديزاينر اللي صمم المشروع، هني معلومات عن الكاستمرز، البروجكت نيم، مثلا شنو اسم البروجكت، اقدر احط له اي اسم، ايمج اذا عندي اي صوره اقدر احطها اللي تمثل مثلا المشروع او شعار الشركه او اي شيء اقدر اضيفه. بعد ما اخلص من هذه، والحلو في البرنامج لو تشوفون فوق هني اني راح امشي من اليسار الى اليمين بالتسلسل، يعني لازم اخلص جزء جزء. فالحين انا بعد ما اخلص من الخانه هذه اروح انتقل للي بعدها. اللي بعدها هذه طبعا انا اختار اللوكيشن اللي انا اصمم فيه، انا مثلا هنا اخترت دوله الكويت، وطبعا هم في عنده خاصيه نفس الجوجل ما اقدر ادش واختار اللوكيشن، انا اخترت هنا مثلا الكويت، هنا اختار المين اي سي، شنو الكهرباء اللي موجوده عندي، مثلا عندي انا هنا بالكويت 240 و 3 فيز مع المعلومات كلها اللي حطيتها. اجي الحين اروح للخطوه الثالثه اللي هو اختار ادش بالتصميم، انا لاحظوا امشي بالتسلسل، اروح للامج اضغط على الامج. واضح وياك مهندس سالم؟ ها لان قاعد انتقل من صفحه لصفحه، اتمنى ان اي نعم فتح ويانا واضح. نيو 3 دي سيستم الحين واضح عندكم صح؟ اي نعم. اوكي الحين هذا طبعا يعطيني خاصيه اني اختار، هل انا بختار الموقع مالي بناء على ماب، ولا اختار بناء على مبنى اصممه، او انه اوبن اريا، انا باخذ انه عندي اوبن اريا، اخترتها سلكت صممتها.
طبعا هني لما اسوي طلعوا تلاحظون هني معطيني مثلا اللون الاخضر، انا اقدر اغير التكتشر، اختار مثلا ساند بناء على البيئه اللي مثلا ديزرت ساند اخترتها. اوكي، اجي هني شوف المربع اللي موجود هذا نسميه الاكتف اريا، هي اللي راح انا راح اشتغل عليها. فاجي هني رايت كليك اديت، احط المبنى. المبنى مالي كم كان عرضه؟ 24 والطول ماله 9. الطول ماله 9، اختاره واتجاهه ناحيه الجنوب. فالحين انا صار عندي هني، فالحين المبنى هذا عشان اشتغل عليه اطق رايت كليك اكتف، فانا اكتفيت المنطقه اللي راح اشتغل عليها واركب الخلايا. اجي هني اروح طبعا اختار اللي هو الموديل ماونتنج، اختاره اروح هني نيو اسمبلي سيستمز، سيستم جديد عندي، اختار في البدايه نوع الخليه اللي انا بركبها. طبعا هني لها ميزه حلوه انه يخليني اختار جميع الشركات موجوده هني، انا اختار الشركه اللي انا بيها. مثلا اخترت هني جي اي سولر، طبعا اقدر اختارها، وهذا اقرب للمثال اللي عندي اللي هو 265 قريب تقريبا للمثال اللي عندي. اوكي، اخترت الجي اس سولار. زين، تركيب الخليه انا بيها بالطول ولا بالعرض؟ انا اخترتها انها تكون بالعرض عندي. اجي هني للتلت انجل، طبعا هذا يعطيني الصفوف، يعني الصف الواحد كم ليفل فيه من الخلايا، انا الصف فيه ليفل واحد من الخلايا، وهني الديستنس ما بين الخلايا. اختار هني الزاويه 25، الدايركشن طبعا هو يعطيني ما بين 0 الى 180، مثلا 0 من ناحيه الجنوب 180 الى الشمال، وابدا احدد الزوايا على حسب الدايركشن مال المبنى اللي موجود. اروح اللي هني اللي هو البليسنج، هذا اللي ساعه تكلمنا عليه هني، لاحظوا انه هو حسبها لي بعد ما حددت له الخلايا، لان ابعاد الخلايا اللي انا اخترتها مشابهه للي طبقناها في المثال، فاعطاني البعد كم؟ 1.4. مجرد اضغط اوكي خلاص هو حدد لي الخلايا واعطاني الديستنس ما بين الخليه والخليه. اطق عليه سيف از ديفولت عشان اسيف شغلي واضغط اوكي. بعدها هني حلو في انه عنده خاصيه اقدر هني اضغط اوتوماتيكلي راح يعبي بناء على الاوامر اللي انا اعطيته. فلاحظ هني عبالي كم خليه، كم صف حط لي؟ 1 2 3 4 5 6، 6 صفوف، وهذا فعليا اللي حسبناها بالكالكوليشن، لكن انا قلت ما ابي 6 ابي 4. ما راح استخدم الريكومنديشن اللي هو اعطاني اياه، بروح هني حق الموديل كفرج. اروح للموديل كفرج، انا قلت بدل لا احط 6 غيرت المسافه اللي هني، خليتها ضبطتها بحيث انه يكون عندي 4 صفوف، وعشان اتاكد هو يعطيني السكتش مال التوصيل. لاحظوا هني بين نهايه الخليه والخليه اللي بعدها 1.445، لكن بناء على الحسابات اللي احنا عملناها المفروض انه 0.5، لكن انا بمشي عليها عشان اعطيت نفسي مساحه للسيستم نفسه. اوكي، فالحين انا اخترت الخلايا صممتها، اجي الخطوه اللي بعدها اختار الانفرتر، اروح للانفرتر، انفرتر سايزنج، اروح هني اختار الانفرتر. طبعا الانفرتر في عندي اللي هني سلكت كونفيجريشن، الحلو فيه هني انا اقدر اعطيه عدد لا نهائي من اللي موجود في السوق انفرتر، واقول له اختار لي افضل واحد يناسب السيستم اللي عندي. فهني لو تلاحظ انا مختار 46 انفرترز موجودين هني، فلما اطق اوكي موجود 46 انفرتر، واقول له ستارت. طبعا هني حسبهم لي كانفرتر شنو افضل نوع من الانفرتر، حتى يعطيني ريكومنديشن اللي بالاخضر معناته هذا ممتاز، ممكن يعطيني شيء باللون الاصفر هني هذا معناته اوكي يركب عندك بس اداءه ما راح يكون مثل اللي قبل. فاحنا شنو قلنا مساع؟ قلنا راح استخدم تو انفرترز اللي هو 2 اكس هني موجود، وكل سترينج راح يكون فيه 28 خليه. خلاص سلكت هذا اوكي طلع لي الخلايا يعني، خلاص ركب لي السيستم. بعد ما ركب لي السيستم اروح هني، طبعا في عنده خاصيه الشيدنج، بس هني لو اضغط على الشيدنج لما عندي ظل فما راح يعطيني، راح يعطيني ايرور انه اوكي ما عندك شيدنج، ما راح يحدد لي. الخطوه الاخيره اجي اختار الكيبلنج. طبعا الكيبلنج هني لاحظوا لو تشوفون طريقه توصيله كل لون يمثل لي سترينج هني، لكن توصيل الوايرات ما بين كل خليه وخليه ما استخدم نظام الرينج. طبعا هذا يجيبنا السؤال اللي مساء سال المهندس سعيد، قال هل الصواعق تاثر ولا ما تاثر؟
طبعا تاثر. فمن التوصيات ان لما يجي يركب الخلايا انه يركبها بنظام الزجزاج، ما خليها رينج، لان الرينج في وقت الصواعق ممكن كريت اللي نسميه ماجنتيك فيلد يكون متواجد ما بينهم، فمن الافضل يكون توصيله بالشكل هذا. وطبعا انا اقدر هني البرنامج يتيح لي القدره على اني اتحكم في طريقه التوصيل اللي انا تناسبني واللي انا ابيها. الحين بعد ما خلص من هذا خلاص اسكر الصفحه هذه، اوكي وسيف ات يس، خلاص هني يبي ديتيرمن شيدنج، مع انه ما عندي شيدنج بقول له اوكي. فخلاص الحين هذا السيستم زاب عندي، خلص من الخطوه هذه، انتقل للخطوه اللي بعدها. الخطوه اللي بعدها هني تكلم عن اللوسز، هل في لوسز عندي بالكيبل؟ انا اقول 2% عندي لوسز. اروح هني هذا اعطاني الدروينجز، هني الكالكوليشن بهم بعد يجيبنا السؤال اللي بيسأل المهندس سعيد، هل هي مجديه ولا مو مجديه؟ انت هني تقدر تصممها وتشوف، يعني مثلا اديت السيستم عندي كم تكلفته؟ لما اروح هني السيستم كم تكلفه السيستم بعد التاكس وبعد كل الضرائب؟ انا خلنا اقول على الحسبه اللي عرضوها مساء ان تقريبا معدل دولار الحين عندنا في الخليج، فانا خلنا نقول 14000 دولار السيستم راح يكلفني. فخلص انا اخترت 14000 دولار، طبعا ما عندي اي لون، ما عندي اي خروط ولا اي شيء، دفعها كاش 14000. التعرفه مثلا بالكويت عندنا التعرفه جدا رخيصه، فخلنا احطها مثلا على سعر الكويت هني عشان انا اتكلم اثبت ان نظام النت ميترنج غير مجدي. الحين خلينا نشوف سعر التعرفه بالكويت عندنا تقريبا 0.07 سنت، السعر جدا رخيص اللي هنا عندنا بالكويت. فاروح للبرنامج اقول له كالكوليت، فهني شوف حسبها على 365 يوم طلع لي الحسبه اللي هنا. هني طبعا هذه كل القراءات موجوده هني، السيميليشنز كل الانتاجيه موجوده، كل المعلومات اللي انا بيها. وفي عندي حتى هني كيرف جدا ممتاز اللي هو موجود، لحظه هذه انواع الفيجرز اللي موجوده عندي، هذا اللي هو دايجرام اديتنج. انا هني اقدر اختار شنو نوع الفيجرز اللي انا بطلعها، هل انا بطلع التمبريتشر، بطلع مثلا الراديشن، نسبه الراديشن، اي فيجر هو راح يرسمها لي. لكن في النهاية أنا أقدر بعد ما أخلصها عشان تتضع مع الصورة، أقدر أني أطبع التقرير مالي إما عن طريق الوورد فايل أو البي دي اف فايل كصيغة بي دي اف فايل أو إكسل شيت. هني أنا خلنا أستخدم الشو اللي بس بعرضه عشان ما راح أسيب البرنامج. فلما أطبع خلاص طبع لي التقرير، هذا التقرير الحين مطبوع عندي، لو تشوفون المعلومات كلها موجودة الحين، حتى هو تكلم عن الانتاجيه اللي هني هذه المساحه والانتاجيه. بس حاب اني اوريكم اللي هو البرفورمانس فاكتور اللي تكلم عنه المهندس سعيد اللي قال عندنا في الخليج 80، احنا طلعنا تقريبا 79 اللي هو 0.6، هذا البرفورمانس فاكتور اللي موجود عندي هني. هم هني في عندي راح يعطيني السمبلات رسمها لي، في فيجرز جدا مهم اللي هو راح، هذا طبعا الانتاجيه خلال اشهر السنه كم قاعد ينتج، اعطاني اياها كفيجر. وكذلك من المهم اللي هو اللوسس اللي موجودة عندي بالسيستم، لاحظوا هنا هذا كل أنواع اللوسس اللي بسبب مثلا سوء تصميم عندي ممكن يبين لي الخسارة اللي قاعد أخسرها. يعني مثلا أنا من أهم الشغلات اللي هو nominal model temperature، أنا خسرت 10% بسبب درجة الحرارة اللي موجودة عندي. وطبعا في خسائر في low light performance 2.55، هذا نوع الخلايا. في النهايه قاعد يحسب لي كم انا قاعد انتج وكم بخيت للشبكه، قاعد اضخ للشبكه. الشغله الاخيره اللي هو الحسبه الاقتصاديه اللي من ساعه تكلمنا عنها، راح تكون واضحه في البي باك بيريد اللي عندي الفلو شارت هذا اللي تشوفون. لاحظوا انا انفست في اول سنه بس كم تقريبا المبلغ اللي انفست وكم جنيت، يعني كم سنه يبي لي. لاحظوا هنا عدى تقريبا 25 سنه وانا الى الان ما رجعت راس مالي. يعني اذا انا بمشي على نظام السيلف كونسومشن اللي حاليا موجود او انه بسعر تعرفه قليل، فهني هم البرنامج يعطيني الحسبه الاقتصاديه. لكن امانه انصح اذا واحد حاب يدش بالحسبه الاقتصاديه، في برنامج جدا جدا مفيد وهو موجود فري اونلاين يسمى ريد سكرين، هذا برنامج كندي اسمه ريد سكرين. هني انا اقدر ادخل كل المعلومات اللي عندي ويسوي لي حسبه اقتصاديه دقيقه للسيستم عندي موجود. وانصح اخواني انهم يطلعون على مثل هذا البرنامج. زين الحين انا خلص وان شاء الله انا عندي وقت، بس بعطيكم مثال على السريع. نور
إذا تسمحوا لي بس الحين، أنا معلي لأن مغطي عندي الشاشة هني. خذ راحتك دكتور، حنا تقريبا عندنا من 10 إلى ربع ساعة عشان نبدأ بعدين بالأسئلة. لا أنا إن شاء الله على السريع، بس مضطر إني أفتح البرنامج، ظهرني سكرته، بفتح اللي هو البي في سول مرة ثانية. هني أنا راح خلاص خذيت المثال، طبعا لو تشوفون النتائج اللي أنا طلعتها تقريبا مقاربة للي حسبناها بالكالكوليشن، وطبعا ضروري إنك تعرف شلون تحسبها يدوي قبل أدش على البرنامج عشان تكون عارف شنو قاعد تسوي في البرنامج، وراح تسهل عليك العملية. وطبعا إذا فهمت واحدة من البرامج هذه راح يكون من السهولة إنك تدش على أي برنامج ثاني للطاقة الشمسية، لأنهم يعني بالنهاية تقريبا كلهم نفس الكونسبت. أنا هني باخذ، شوف باخذ لي مثال ثاني الحين. يعني في واحدة من أهم المزايا اللي موجودة عندي في السيستم في البي في سول سوفت وير، من أهم الشغلات اللي هو 3D drawing. فالحين أنا بمشي، طبعاً هو مو تصميم، بمشي على السريع، هني بدش على الفيجرز. لاحظوا هني لما أجي أختار، أقدر ممكن أختار من الماب. فلما أجي أختار الماب، أسوي كليك على الماب، راح يعطيني خاصية الماب إني أقدر أدش عليها وأختار اللوكيشن. لكن يعيب الماب اللي هم مستخدمين البرنامج إنه آخر أبديت له كان ب 2010، ففي تغيير كبير. فأفضل طريقة أنا أشوفها إني أروح للجوجل ماب. هذا أنا هني فتحت الجوجل ماب، وأنا عندي مبنى، هذا المبنى هذا مثلاً بركب فيه خلايا شمسية. أروح حق خاصية موجودة بالويندوز اللي هو اسمها سنابينج تول. السنابينج تول هذه أقدر مثلاً سلكت الاريا اللي انا بشتغل عليها، مجرد سلكتها خلاص حولها لي الى ايمج واسيفها. فانا اسيف الايمج اللي هنا موجوده عندي عن طريق جوجل ماب، واجي اختار هنا اللود بيكتشر. بدل اسوي كليك هنا اروح لود بيكتشر، فهني اختار الصوره اللي انا سيفتها، طبعا موجوده هنا، اخترت المبنى هذا نفسه. زين الحين البرنامج هذا قاعد يشوف الصوره كايمج، قاعد يشوفها مو عارف شنو الابعاد الصوره. فاروح لاحظ لو اطق ستارت راح يعطيني ايرور لانه مو فاهم شنو الابعاد اللي بالصوره. فاجي هنا اختار بالسيتنجز، وفي عندي التولز هذا الرول، اجي اختار بعد المبنى اللي انا بشتغل عليه. مثلا انا اعرف ان المسافه من هنا لهنا 22 متر، اخترتها مثلا 22 متر. انت طبعا اذا مو عارف المسافه ممكن جوجل اقدر انا احسب المسافه عن طريق، اخترته وحددته. الحين اروح له واقول له اوكي. فلاحظوا هنا دخل لي المبنى، حط لي المبنى في كاكتيف اريا موجود عندي. فاجي هنا بال 3 دي سكتش، اجي هنا ارسم، احدد الايدج مال المبنى اللي عندي. اخترت هنا كليك اخترته. طبعا لما اختار انا طبعا الحساسيه مالت ايدي بالتوصيل ما راح يكون يعطيني زاويه 90 درجه مناسبه، فاقدر اروح هني رايت كليك ميك رايت انجل، فخليته يخلي لي الزوايا 90 درجه. الحين بعد ما اخترتها اقدر اروح هني اكسترود 3 دي اوبجكت. لاحظ المبنى معطيني اياه مايل، لان انا المايل اوربيتري بيلدينج عندي. ارتفاع المبنى انا بما انه هو السطح هو اللي انا راح ابدا عنده بخليه زيرو، لان هو موجود، لان اذا حطيت اي ارتفاع راح يرتفع فوق المبنى اللي بالصوره، فافضل اني ابدا بعد زيرو. فخلاص انا حددت الحين المبنى الاول، اروح لاكتيفيت. لاحظ في مبنى ثاني موجود عندي هنا، هم اجي ارسم فوقه، احدد المبنى، اختاره الابعاد اللي فيه، طبعا رايت كليك ميك رايت انجل، خليت اضبطها، وبعدها اكسترود كم ارتفاع المبنى هذا. اول شيء خلينا نختار ان اوربيتري بيلدينجز ارتفاعه 4 متر، اوكي انا بخليه ارتفاعه 4 متر. طبعا انا قاعد اسوي وياكم على السريع، يعني ما راح يكون دقيق حيل. بعد ما خلصت الحين اختار انا في عندي حائط هني موجود على السطح، فاقدر هني احط الوول. ارتفاع الوول عندي كم هني؟ انا ارتفاع عندي تقريبا متر ونص. احط هني 1.5، 1.5، وعرضه عرض الطابوقه عندنا تقريبا 30 سم خلينا نقول. فحسب لي احط لي الوول. زين انا لاحظ هني عندي تو اريا، انا الحين شغال على الاريا هذه لان هي الاكتف وهي الاساس. اذا بشتغل هني اروح رايت كليك اكتف الاريا هذه.
فأنا الحين بحط وول هني بعد على الأيريا هذه، لكن هذا المرة ارتفاع تقريبا 40 سنتي، فاختار 40 سنتي فضبطت الوول هني. فخلاص الحين إذا بطلع من المبنى باك أقدر أروح هني باك، فخلاص رسم لي المبنى حدد لي إياها، صار عندي تو أكتف أيريا. يعني لو أجي أحط الخلايا راح يوظف لي الخلايا هني، ما راح يحط لي إياها، لأن إذا ما حددت الشيء هذا راح يشوف إن الصورة هذه هي الأكتف أيريا، راح ينتر لي الخلايا على المساحة اللي هني. لكن أنا حددت الأريا اللي أنا أبيها، أروح الحين أكتف، أجي هني خلاص المونتن ستركتشر نفس الخطوات اللي اتبعها اللي سويناها قبل شوي. فأختار مثلا 25 درجة الاتجاه، هني لاحظ عطاني إيرور. ليش الإيرور؟ لأن يقول لك الاتجاه معاكس، مو من مو متجه ناحية الجنوب. فهني هذا دائما التكرر، يعني خل أعدل الزاوية أخليه ناحية الجنوب المبنى، وراح أختار هني لما أحط خليه 25 كالكليت، معناته أنه لازم أروح لهني 180. هذا يعني أحيانا تصير ويانا، خلنا أختار أوكي. لاحظ هني أوكي الخطأ أني ما اخترت خلية هني، أنا على يعني حاسب حساب اني مختارها قبل شوي، لكن ضروري اني اختار الخلايا، فاختار اي نوع من الخلايا، انا ما راح ادقق على الخلايا يعني. فاجي بعد ما اخترت الخليه خلاص اعطاني الابعاد اللي بالخليه، اوكي اجي هني ادخل الخلايا اللي عندي هني بالمسافات اللي موجوده هني. فلاحظ هني خلاص ركب لي الخلايا، حتى حاطها بالطول مو بالعرض هني. بعد ما سويتها في خاصيه جدا ممتازه في البرنامج، بعد ما اخلص في اللي هو الشيدنج اناليسس، لما اضغط على الشيدنج شوف يحسب على مدار السنه كل يوم بالسنه ويحلل لي الشيدنجز اللي موجود عندي في الموقع، ويقول لي هل البرنامج هل السيستم مالي مثالي ولا لا. لاحظوا هني شوفوا بالطول الظل تاثيره عالي، لاحظوا هني الاتجاه هذا اللي بالخلف وصلنا الى 14% لوسس، 6% 15 23 جدا عاليه، وهم اللي موجود بالصف الأول 17 نتكلم 16 جدا عالي، هو المقبول يعني المفروض إنه ما يتعدى 3، هو أفضل إنه يكون بالبوينت 1.7.6 يعني. لاحظوا اللي موجود هني هو اللي ممتاز. فأنا هني لما أجي أتخلص، لما أجي أشوف بما إني ركبتهم مع بعض ما أقدر أشيلهم، أروح هني مثلا رايت كليك وأقول له هني اللي هو سيبريت سيلكشن، فأجي يعني أختار الخلية هذه مثلا الصف هذا أمسح ديليت، عملت له ديليت، وأجي هني مثلا مسحت هذا ديليت، أجي مثلا الصفوف الصف الأول هم أنا مو محتاجة ديليت، فأنا أعيد ترتيبه وأرتبها على حسب واسع أي عملية ترايل النهر أدش فيها. إذا بشيل لي خلية من صف في عندي المقص هذا أقدر أضغط عليه هني مثلا هني، ضغط على المقص ديليت راح يشيل لي خليه واحده، اقدر احددها واضبطها. وهم اذا بحرك الخلايا اقدر مثلا اشيل اللي هني اضبط اللي عندي واجي احرك الخلايا بالاتجاه اللي انا ابيها. بس لاحظوا البرنامج لما اشتغل ثم ركب لي بالاكتف اريا اللي فوق، قصدي ما ركب لي بالفوق، ركب بالاكتف اريا اللي تحت. فانا اذا بركب خلايا فوق هني اروح رايت كليك اكتف واجي هني اسقط الخلايا اللي عندي، فهو اوتوماتيكلي راح ينزل لي الخلايا، ركب لي خلايا وضبطها. فالحين اروح رايت كليك باك، فهذا السيستم موجود عندي في المبنى، واقدر اكمل نفس الخطوات اللي اتبعتها واطلع تقرير. طبعا التوصيل هذا مو التوصيل المثالي، لكن هذا بس نبذة عامة نعرف شلون طريقة توصيل 3D في البرنامج، واتمنى اني قدرت يعني اوصل اللي تبونه. وطبعا البرنامج هذا فيه مزايا كثيرة محتاجة وقت اكثر، لكن اذا انت عرفت البيسك وشلون انك تركب وتشغل الخلايا خلاص الباقي راح يكون سهل. العمليه بس يبي لها ممارسه، فبرنامج انصح فيه، خصوصا ان استخدام هذا البرنامج راح يجاوب على تقريبا 90% من اسئلتكم اللي سمعتها. يعني في واحد سال على التلت انجل اذا حطيتها 90 شنو تاثيرها، انت تقدر تجربها. خلاص جرب حط 90 درجه وشوف شنو الاداء مال الخليه، وقارنها مع خلية ثانية أداء تركيبها 25. فالبرنامج نفس هذا بالعكس يسهل علينا عملية كثير، شو اسمه يجاوب على أسئلة كثيرة في بالنا عن الطاقة الشمسية، نقدر نضبطها
وهم بعد نفس ما قلت انصحكم بالريد سكرين، برنامج الريد سكرين، وهم البي في سيست بعد برنامج ممتاز لابد انكم تطلعون عليه. وطبعا مثلا برنامج البي في سول هذا مو فري طبعا، لكن موجود فري ترايل اونلاين، تقدر تاخذ فري ترايل الشهر. انصح يعني اللي مهتم بالموضوع هذا ينزل البرنامج هذا ويتعلم عليه. ويعطيكم العافيه وكل الشكر لكم. الله يعطيك العافيه. الله يعطيك العافيه دكتور بدر، نائب رئيس المجلس العربي للطاقه المستدامه وعضو هيئه التدريس في الهيئه العامه للتعليم التطبيقي والتدريب، على ما قدمت. في تنويهين، تنويه الاول بخصوص الشهادات، هذا من الاسئله اللي كانت تردنا. الشهادات راح ترسل لكم بناء على الناس الذين حضروا، لان البرنامج راح يبين لنا من الشخص الذي حضر وكم المده التي قضاها معانا في الدوره، وبناء عليه الاخوان في المختبر الخليجي بناء على هذه الاسماء والمعلومات راح ياخذون ويتم ارسالها بناء على الايميل الموجود. في بعض الاخوان سالوا عن تعديل الاسم، الذي كتب اسمه بشكل خاطئ ممكن انه يعيد الايميل، يبعث لي الايميل بالاعلان، موجود ايميل يبعثها لي بالاسم الحقيقي وانا اروح اطابقه بالقائمه وتم عدا واسوي التعديلات اللازمه قبل لا ارسلها للمختبر الخليجي، ولكن نتمنى ان يرسلونه باسرع وقت. بخصوص الماده العلميه، الماده العلميه مسجله وسوف ترفع في قناه اليوتيوب للاتحاد العربي، قناه الاتحاد العربي للتنميه المستدامه والبيئه، وسوف ننوع عنها بالحساباتنا الواتساب وتويتر والانستغرام، وان شاء الله راح نعرض لكم ايميلاتنا وايميلات الاخوه المحاضرين. في سؤال دكتور بدر او عده اسئله موجوده دكتور بدر، الاخت منار شعيب كانت تسال عن اسم البرنامج الذي يعمل الحسابات الاقتصاديه، اعتقد هي تقصد الريت سكرين. ريت سكرين، ار ار اي تي سكرين، اي ار اي تي، لو ار اي تي سكرين سكرين. هو برنامج كندي ومتوفر فري اونلاين. هاي فري اونلاين. وفي عندنا الاخت الاسماء الفاهلي تسال عن التشارج كنترولر، يعني بالنظام البي في جريد سيستم، هل هو موجود؟ وين مكانه اذا كان موجود؟ يعني التشارج كنترولر هني طبعا اللي موجود عندنا هو طبعا في الاوف جريد، هي تقصد تشارج كنترولر يستخدم ك ام بي بي تي، لكن هني اللي موجود عندي الانفرتر هو اللي يقوم بالدور، عشان هذا قلت ان الانفرتر هو العقل المدبر للسيستم، هو يقوم في دور الشارج كنترولر ويقوم يعني، والشارج كنترولر طبعا اللي مستخدم هو لشحن البطاريات، هني انا ما عندي بطاريات، لكن فوق انه يشحن بطاريات هم يعمل الام بي بي تي، لكن الانفرتر هني هو اللي يقوم بدور الام بي بي تي، فانا مو محتاج شارج كنترولر، من اسمه شارج كنترولر انه شحن، انا ما عندي عمليه شحن. نعم. عندك ايضا الاخ منصور الحبردي سال عن برنامج ده مجاني، انت جاوبته قلت ان البرنامج في ترايل، فري ترايل. نعم. في برامج مشابهه لكن امكانياتها اقل موجوده فري اونلاين، لكن ما يحضرني اساميهم الحين. نعم. ممكن انت تعرفها مهندس سالم، استخدمت انت واحد منهم اللي والله مو بالي لأن... ما يحضرنا، لكن ممكن ننتزلهم ان شاء الله. في ياسر القطان يسأل عن ماذا سيحدث للنظام إذا كانت طاقة الأحمال أقل من إنتاج الطاقة الشمسية المنتجة في حالة الأولى، يقصد أعتقد الفيدن تارف. الفيدن تارف ما له علاقة نهائيا بالأحمال اللي موجودة عندي، أنا قاعد أبيع مباشرة، اللي قاعد أنتجه من الطاقة الشمسية مباشرة قاعد يباع للحكومة في سعر تعرفه أعلى من سعر سعر الكهرباء اللي قاعد أشتريها. واعتقد الحاله الاولى عندك، لكن هو ممكن يقصد بالسيلف كونسامشن. السيلف كونسامشن عندنا تجربه في جمعيه المهندسين، ركبنا هذا النظام للطاقه الشمسيه وقعدنا نعاني ان النظام قاعد يطلع برا الخدمه بشكل متكرر، لان الجمعيه قاعد يشتغلون في الفتره المسائيه، فالصبح ما عندي اي احمال، فالانتي ريفلكس قاعد يقطع يفصل النظام، فانت اذا الطاقه الانتاجيه اعلى من استخدامك في السيلف كونسامشن السيستم راح يفصل، ما راح يدش يعني راح يمنع من دخول الشبكة. أيضا في سؤال عبد الناصر عواد يسأل،
هل هناك تأثير الهارمونكس في نظام البي بي؟ نعم، شوف الهارمونكس هذا موضوع كبير، فأغلب الانفرترات تمر على ستاندر، والإخوان في المكتب الخليجي يعني هم أدرى أن الانفرتر لابد أن حسب الاي تريبل اي الهارمونكس التوتال هارمونيك ديستورشن لابد أن ما يتجاوز برسنتج معين بناء على ستاندرد. لكن هنا سؤال يعني جدا ممتاز، وأنا أحب أنوه أن بعض الأنظمة يستخدمون السنجل فيس، وهذا هو الخطر السنجل فيز، لأن الانفرتر من ميزة الانفرتر ثري فيز إنه يمحي الثيرد هارمونيكس ديستورشن، لكن الثيرد هارمونيكس ديستورشن موجود في السنجل فيز، وهذا يؤثر مباشرة على المحولات اللي موجودة بالشبكة عندي، ممكن يفجر المحول يعني يصير تلف للمحول بسبب الثيرد هارمونيكس. لكن لله الحمد من أهم مميزات الثري فيز إنه ما في ثيرد هارمونيكس هذا اللي يسبب مشاكل، واغلب الانفرترات مره على ستاندر وريجليشن ومسوي لها تيستينج انها ما توصل للتوتال هارمونيك ديستورشن اللي يضر الشبكه. نعم، في اخونا مروان عبد الله يسال يقول هل يمكن عمل نظام محاكاه في البرنامج بحيث يظهر الظل وتجنبها؟ اعتقد انت وضحته في اخر المثال. اي هو سوى محاكاه فيها، لكن هو انا فاهم سؤاله ان انا اوكي لما حطيت الابعاد اللي عندي وحطيت الخلايا ولاحظت انا لما قلت له اوتو سيلكت للخلايا، هذا من عيب البرنامج. المفروض البرنامج عنده القدره، واتمنى بالنسخ المستقبليه ان يعدلون هذا، ان البرنامج ما يحط لي خلايا في الاماكن اللي فيها ظل، يعطيني ريكومنديشن يعني يكون يعطيني مساحه بدل انا احط الخلايا واشوف تاثير الظل عليها وبعدين يدويا اقعد امسح. اتمنى بالنسخ المستقبليه للبرنامج انه يعمل لي اوتو ديستريبيوشن حق الخلايا بشكل الاوبتيمم اللي من غير اي ظل. ممتاز، الله يعطيك العافيه دكتور بدر، احنا وصلنا. الشكر لك، كل الشكر، وارحب اخواني اللي موجودين وتشرفنا في وجودهم ويانا، واتمنى ان نلتقي معهم ان شاء الله في دورات قادمه ان شاء الله. بإذن الله إن شاء الله. حنا قبل لا نمشي أعتقد الدكتور مهندس هاني يمكن عنده بعض الأسئلة أو بعض التوضيحات اللي حاب يوضحها، فليتفضل مهندس هاني. أعتقد المهندس سعيد حاب يختم عننا عن المختبر الخليجي. نعم تفضل مهندس سعيد. طيب يعطيك العافية مهندس سالم، في أسئلة وردتنا وحاب أجاوب عليها فقط بشكل سريع جدا. بعض الشباب يعطيهم العافية سألوا إذا كان في برامج مستقبلية، فبإذن الله تعالى يعني التعاون بين شركة المختبر الخليجي للطاقة المتجددة والمجلس العربي يعني هذه باكورة التعاون، وإن شاء الله حنا نتوقع إن شاء الله بنطلق يعني برامج أخرى. فننصح الأخوة أنهم يتابعون حساباتنا في تويتر مختبر الخليجي لفحص المعدات الكهربائية وحساب الهيئة مجلس، بحيث أن أي برنامج قادم إن شاء الله يعلن عنه ويصير أنها تصلهم الإعلانات أول بأول. أحد الإخوة سأل عن دليل عربي للمصطلحات، فيه باحثة قدمت رسالة ماجستير اسمها نور العمري في السعودية، كانت رسالتها عن تعريب أو تبسيط المصطلحات الطاقة المتجددة في العالم العربي. أحدهم سأل إذا كيف أعرف إذا كان في خلل في النظام. أغلب الإنفرترات الجديدة هي إنفرترات ذكية وراح تقرأ إنتاجية النظام الشمسي وتعرف يعني إذا كان النظام قاعد ينتج بالطاقة المتوقعة أو قاعد ينتج أقل من الطاقة، بل إن بعض الموردين يسوي لك إنتجريشن أو إنترفيس للمعلومات اللي يقراها الإنفرتر وترسل على جوالك بحيث إنك تعرف إذا فيه خلل. إنك تعرف أي لوح هذه شوية مكلفة، لكن على الأقل بالذات في المنظومات الصغيرة جيد إنك أنت يعني تكون تطلع على الإنفرتر من فترة أخرى، أو إنها تكون يعني إنتجريتد مع سوفتوير أو أبليكيشن بحيث إنك تشوفها عن طريق الجوال. البعض سأل عن طرق التنظيف بالنسبة للأنظمة الصغيرة والمتوسطة، يعني أهم شيء إنك تكون معك هوز موية وترشها موية، يعني ما في أجهزة معينة. في أجهزة فعلا يعني مصنوعة لكنها جدواها الاقتصادية يعني ضعيفة وغالية ومكلفة. طبعا رش المويه كافي باستثناء الله يكرمكم مثلا يعني وسخ اللي يجي من الحمام وما شابه ذلك، هذا يبغى له بعض المرات فرق بقطنه ناعمه جدا عشان ما تتسبب بخدوش للنظام الشمسي. البعض قال عن المناطق الزراعيه، المناطق الزراعيه نوع بالشبكه،
وبالتالي تروح تراجع يعني جدواها الاقتصادية، فبالتالي تروح تشوف التعريف. احنا عندنا مثلا في السعودية التعريفة مدعومة من الحكومة، دول أخرى ما أدري إذا كانت مدعومة وكم تكلفتها، فتحتاج أنك تعرف كم تكلفة التعريفة وبالتالي تقارن تكلفة النظام مع تكلفة التعريفة وتعرف إذا كانت مجدية. إذا كان ما في يعني شريحة وطنية في الموقع، فأكيد استخدام نظام طاقة شمسية مع البطاريات، أو أنك تستخدم نظام طاقة شمسية هايبرد مع ديزل جنريتر بيكون أكيد أفضل بكثير أنك تعتمد على ديزل جنريتر لحاله. البعض سأل عن إمكانية تنظيم دولية بحيث أنها تكون في المختبر ويعني الجانب العملي أفضل، ليش لا، ما في شيء يمنع إن شاء الله. الأخ فايز خضر سأل عن أهم أعمال المختبر. المختبر يقوم بعمليات اختبارات الجودة للواح الطاقة الشمسية حسب الـ IEC ستاندرد زي ما ذكر أخوي المهندس هاني. أيضا كذلك تقدم الخدمات الاستشارية لمشاريع الطاقة الشمسية الكبيرة، وأيضا كذلك يقدم خدمات التفتيش ويقدم خدمات التدريب، ولعل هذا البرنامج هو أحد برامج التدريب، وسبق أيضا كذلك المختبر قدم برامج أخرى. في الختام حقيقة ما يسعني إلا أني أشكر جزيل الشكر وبالغ التقدير للإخوة في المجلس العربي للطاقة المستدامة على رأسهم رئيس مجلس الإدارة الدكتور محمد يماني، وأيضا كذلك الأمين العام الدكتور أشرف عبد العزيز، وشكر خاص للأخوان الدكتور بدر الطويل والمهندس سالم الحبير أنهم شرفونا حقيقة بانضمامنا معهم، وأن تكون يعني باكور التعاون إن شاء الله يعني يحقق أهداف التنمية المستدامة في العالم العربي بمشيئة الله تعالى. يعطيكم العافية. الله يعافيك ويعطيك العافية سالم. إن كلمة أخيرة لكل محاضر، المهندس هاني تفضل. الله يسعدكم يا رب. وأنا بس حاب أضيف نقطة، لأنه جاء سؤال أنه كم مدة الاختبارات الألواح الشمسية. يعني أنا أقول هناك نوع من الاختبارات اللي يعتبر هو التايب أبروفل أو الشهادة للمنتج. هذه تقريبا مجموعة الاختبارات اللي تتم للألواح الشمسية عشان يحصل على شهادة منتج. تبدأ من هنا وتنطلق وتتوزع الألواح الشمسية تقريبا 17 لوح شمسي أو 17 سامبل أو 17 يعني عينة، وتتوزع ب يعني مجموعة اختبارات وتنتهي هنا. تقريبا تأخذ المدة من 3 إلى 4 أشهر على حسب سريان أو جودة الألواح. في الختام أشكر المجلس العربي للطاقة المستدامة ممثلة في الدكتور محمد يماني والأمين العام دكتور أشرف، بالإضافة للدكتور بدر الطويل نائب رئيس المجلس، بالإضافة للمهندس سالم على تنظيم وجهوده في الفترة الماضية معنا وفي التنسيق والتجهيز. الله يعطيكم العافية، ولعل لنا إن شاء الله لقاءات أخرى مستقبلا بإذن الله. المهندس سالم، عندي بس نقطة. يعني في واحد من الأخوان سأل يقولك تردد نستخدم 50 أو 60 وهل يفرق؟ لا أكيد يفرق، ويعتمد على الدولة. يعني مثلا عندنا في الكويت 50 وفي السعودية ممكن يستخدمون 60، هذا فرق كبير، فضروري أن ننتبه له. والمثال اللي أنا عطيته يعني ما أبي أقول أنه مثال هايديل كثر ما هو أنه مثال نبي نوصل الفكرة، و يعني ممكن ما أدري إذا شاف إني استخدم 60، لا هو المفروض 50 مو 60. الشغلة الثانية اللي حاب أذكرها إن إلا بس بسوي شير سالم تسمح لي، هذا برنامج الريد سكرين اللي سألوا، ما أدري واضح عندكم؟ أي نعم. شوف سالم، هذا اللي بس حاب إنه يكتشره، هذا ومكتوب هني ريد سكرين، وهذا البرنامج، وطبعاً استخدامه جدا فريندلي وبسيط، ما في أي تعقيدات. وبالنهاية شاكر لكم واشكر أخوي هاني وأخوي سعيد، وفرصة سعيدة وسعيد جدا بالتواجد وياكم، واشكر الأخوان كلهم في المختبر الخليجي، ونتطلع إن شاء الله لتعاونات مستقبلية إن شاء الله، وكل الشكر لكم، واشكر الأخوان الحضور بإذن الله. الله يعطيك العافية دكتور بدر، ونوجه تحياتنا للأمانة العامة للاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة، وايضا للمجلس العربي للطاقه المستدامه، وبتعاون المختبر الخليجي للطاقه المتجدده الذي يعني ساهم في انجاح هذه الندوه والدوره. ونحن فخورين صراحه بالشعب العربي عندما وصلنا التسجيل الى اكثر من 1470 طلب تسجيل، وهذا يعطينا مسؤوليه، يحملنا مسؤوليه كبيره ان نقدم هذه البرامج بشكل
مستمر حتى يعني نتبادل المعرفة والفائدة ونساهم في تنمية بلادنا العربية ومجتمعاتها. شاكر لكم جميعا أخواني المحاضرين. وفي الختام أنا أتمنى أن نحط الإيميلات، أنا أحاول يعني أسوي شير سكرين، بس أتمنى الدكتور بدر أعرف إيميلك، المهندس سعيد ومهندس هاني لو تكتبوا لي إيميلاتكم في الكوستشنز أند أنسرز حتى أقدر أخذها وأحطها لإخواني الحضور اللي حاب يتواصل معاكم. أنا بالنسبة لي ما يظهر ال ممكن تعطيني سبيلينج مهندس؟ مهندس هاني؟ لحظة، ما وين راح؟ طيب هل ممكن أرسلك على الواتس؟ لا، أوكي، أحاول أكتبه. ليش ما يطلع لي؟ gccelab.com الكيبورد انجليزي يعني حتى ما في حروف. دكتور بالحد الله يعينك، ايميل طويل. لا ان شاء الله خلصنا. جلف rl.com هذا اعتقد الايميلات صحيحه. لا بالشكل هذا إيميلي أنا صحيح، يعطيك العافية. صحيح كذلك، جزاك الله خير مهندس سالم. بإذن الله. بذلك وإن بذلك وصلنا النهاية. الله يعطيكم العافية يا شباب. عندنا التويتر والإنستغرام والرقم الواتساب اللي موجود بالإعلان نفسه، وإيميلات الأخوة الدكتور بدر ومهندس هاني مهندس سعيد، ونسعد بتواصل الجميع. بخصوص الفعاليات المجلس العربي للطاقة المستدامة، احنا بالتو يعني قبل يومين انهينا بالأجندة، راح تكون عندنا كل شهر فعالية ويبينار خاصة حق الويبينار غير الفعاليات الأخرى، اللي راح تكون متنوعة من ندوة اللي هو لها علاقة اللي هو المتخذين القرار والمسؤولين على مستوى الوطن العربي، ومن خلال بعض الدورات راح يكون عندنا كل شهر فعالية، وهذه كلها راح نعلن عنها إن شاء الله يعني بالتتابع عن من خلال حساباتنا. والتسجيل حق الورشة الدورة راح يكون يعرض في اليوتيوب تبع قناة الاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة. أيضا المادة العلمية اللي سألوا عنها الأخوان، بمجرد توصلني المادة العلمية من الأخوان المحاضرين أنا راح أبعثها للإيميلات الأخوة اللي تم تسجيلهم معنا، بالإضافة لرابط التسجيل لما ننتهي من رفعه في اليوتيوب راح أبعث لهم الرابط.
وبالنهاية أكرر شكري وتحياتي لكم، معليش سهرناكم شوي، ولكن إن شاء الله هذه من الليالي إن شاء الله مبارك اللي يعني استفدنا من 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 خبراتكم ومن التقاء بإخواننا الحضور، فشكرا لكم يا شباب. العفو، يعطيك العافية مهندس سالم، مهندس دكتور بدر. مشكورين، يعطيكم العافية. يعطيكم العافية، ونقدر نقول حنا في الختام يعني نراكم على خير، ونقدر الحين ننهي الاجتماع ونقولكم مع السلامة. فأنا ما ودي يعني ألقي الغناء إلا بخروجكم يعني، فإن شاء الله نراكم في المرات القادمة إن شاء الله. شكرا لكم يا شباب. أنا مشكور. جزاك الله خير. الله يسلمك، مع السلامة.